ورجعنا لحضراتكم تاني ولسه مكملين حلقتنا النهارده. وزي ما قلت لحضراتكم خلال الحلقات اللي جايه عندنا تقارير كتير حضراتكم تشوفوها، وهنعرف اكتر كمان عن العربيه الجديده اللي تم طرحها في السوق المصري دماي، وهنشوف الحملات اللي كانت موجوده خلال الفتره واللي هتكون موجوده خلال الفتره الجايه. خلي بالكم الرادارات والحملات كتير جدا ومنتشره على كل الطرق المصريه، وفكره ان انا عارف ان في كمين في الحته دي او حمله في الحته دي او رادار في الحته دي ما بقتش موجوده، بقت منتشره في حتت كتير قوي. خلينا نطلع لموضوعنا بقى النهارده اللي هنناقشه مع حضراتكم، وموضوع من المواضيع المهمه قوي، حمايه او افلام الحمايه اللي بتتلزق على العربيات. انتشرت جدا خلال الفتره اللي فاتت وبدات شركات كتير تتكلم عليها، وكل واحد معدي جايب حاجه جديده كده يقول لك انا بعمل البروتكشن للعربيه حمايه. فقلنا طب ما عايزين نفهم الموضوع ايه القصه يعني. فدورنا كده على الناس المتخصصه والاشهر والمعتمده من الشركات الاصليه الامريكيه اللي هي بتعمل ده بره. فلقينا شركه اسمها بروتكت مي. اللي جنني في بروتكت مي يعني ان فجاه بقت العربيات السوبر كارز اللي عندنا، خليني برضه اقول ان السوبر كارز بتهتم قوي بالوانها والكواليتي، اي حاجه تتحط عليها العربيه بارقام مش سهله، بدات تستعمل بروتكت مي. بدانا ندور نعرف ايه الماده دي، الناس دي بتعمل ايه، وقصة بدأت ازاي. فمنورني دلوقتي المهندس خالد عباس الرئيس التنفيذي لشركة بروتكت مي. وخلينا في بداية الحلقة كان اقول لكم كل سنة وانتم طيب، عشان حظنا حلو النهارده ان هو منورنا يوم عيد ميلاده في كل سنة وانتم طيب وعقبال 100 سنة. الله يخليك، ويعني يا رب يبقى وشنا حلو عليك سنة نحتفل بأول لحظات للسنة الجديدة. احنا لسه اهو أول لحظات السنة الجديدة معاك ان شاء الله. وكمان عايزين نقول زميلنا فهد مساعد مخرج كوسان طيب فهد، وعبالنا عندنا اتنضع اتنين عيد ميلاد، عايزين نشوف استاذ خالد تورتايه حلوه كده عشان عندنا عيدين اتنين اعياد ميلاد النهارده. نهارنا استاذ خالد الله يخليك واستمر، وسعيد ربنا يخليك، وسعيد بالمنتج اللي انت بتقدمه. وتعالى نرجع كده في الموضوع، ايه الفكره اللي جات لك وايه اللي خلاك تروح تعمل حاجه بهذا الشكل وفكرت فيها ازاي؟ بص، هو الحاجه ام الاختراع. تمام. أنا زي معظم الناس في مصر عندها ولع أو شغف بالعربيات ومحاسوك حبتين، كلنا عندنا يعني المرض النفسي ده يعني على المستوى الشخصي، بالتالي انتقل لعدوى الحسوك على مستوى عربيتي. تحافظ على العربيتي بالظبط كده. 2012 أنا كنت أول مرة أشتري عربية مرسيدس برانيو زيرو، وكنت وشغلي كان في التجمع الخامس وبيتي في المعادي، فكنت رايح جاي على يومين باخد الطريق الدائري مرتين، فلقيت الفوج لايتس بتاعت العربيه بتتنقر من الرمل، والمنظر مش عاجبني جدا. عربيه جديده، عربيه جديده، بعد شهر لقيت الفوج لايتس ازاز، كان 180 باي ذا واي. فقلت مش معقول يعني اللي اخترع السكرين بروتكشن للموبايل زي حضرتك ما قلت، قلت اكيد قطعا في حاجه في سورت اوف بروتكشن للعربيات. بدات ادعبس في العالم، لقيت الكلام ده 2013، لقيت الموضوع في امريكا لا موجود و اسينشال تماما ومعروف، وفي شركات كتيره جدا بتعمل الموضوع بتاع البينت بروتكشن فيلم او البي بي اف، وحاجه اساسيه او جوهريه في كل عربيه جديده. خلينا نعرف الناس كده هي عباره عن ايه. هي حاجه زي ال حاجه بتتلزق، حاجه بتلزق زي اللي بتحط على التليفون بالظبط كده، بس بتاخد شكل الحاجه اللي هتلزقها. ديفرنت ماتيريال طبعا، بس هي في الاخر احنا بس عشان حضراتكم تبقوا عارفين القصه واحنا بنشرحها كده، هي ماده مش ماده، هي خام، خام شفاف كده، خام شفاف الرو ماتيريال في جميع افلام حمايه الطلاق الامريكيه، من خام اسمها تي بي، والتي بي اختصار ثيرمال بوليوريسين. الثيرمال بوليوريسين دي مادة أو البلاستيك الحراري، الثيرمال الحراري عبارة عن نوع أنواع البلاستيك المضغوط والمقوى والمعالج بتكنولوجيا النانو سيراميك، اللي بيطفي عليه من الخصائص القوة اللي تخليها تحمل عربيات في أقصى درجات الاحتكاكات الصعبة. علشان الهدف من إيه؟ الهدف منها إنك ما توصلش زي حضرتك بتجيب خزنة
بتسيب بيها حاجه اغلى التليفون. عشان ما تعملش اي دامج لبيوت العربيه. بالظبط. هي انا بحس اقرب حاجه للشاشه بتاعه التليفون. بالظبط. فانت لقيت ده موجود في امريكا فقلت انا عايز اجيب ده العربي. بعت جبت العربيتك. عملت العربيتي لقيت بتباع على الانترنت بتباع بري كات كيت بيعملوه الفوانيس ودوران الرفارف مقصوص جاهز. مقصوص جاهز. يعني بتروح تقول له انا عايز عربيه كذا يروح. بعت جبته ركبته في عربيتي كده. جبت ولد من الناس اللي موجودين في الشارع اللي بيركبوا الحاجات دي. قلت له طب بص انا عايز اركب ده. جه ركبوا لي في البيت. في البيت عندي. وبعد سنه من او اقل من سنه انا ماشي في الدايري ونازل منيب جت عربيه على يميني طق في الرفرف. قلت بس الرفرف رفرف ده خبطت ولا حكت الرفرف؟ خبطه جامده يعني. فلقيت الرفرف اتفعص فعصه صغيره الدوران بتاعه بس الدهان بتاع العربيه لم يتاثر. بالعكس العربيه كانت لونها احمر. لقيت الدهان بتاعها الاحمر طالع. روحت البيت شلته بقطنه مش فاكر بتينر او حاجه زي كده طلع. عجبني الموضوع جدا. يعني معنى كده ان الماده البلاستيكيه دي حامت هي اصلا حامت البويه الاصليه تماما 100%. فانت في اللحظه دي قلت لا انا عايز اشوف القصه دي. بالظبط كده. انا يعني وقتها كنت موظف. جيت فكرت بعدها زي اي حد فكر عايز يعمل برايفت بيزنس. قعدت اروح يمين شمال قلت طب انا اجرب البتاع ده ليه لا ده حاجه مهمه. حبيت اعمل حاجه تفيد الناس. قعدت اعمل على مستوى شغلي كده زي فوكس جروب. قلت اسال الناس وبتاع. عايز اقول لحضرتك واحد من كل 10 ايدي في الفكره انها ممكن تمشي ممكن تمشي. كنت اسالك يا عم انت مجنون ده بروتكشن ايه ان هو المنتج نفسه غالي بيجي من امريكا فتكلفته غاليه. بتباع عالميا في اغلى مصر ارخص مكان بتباع فيه المنتج ده. مصر ارخص مكان. مصر اؤكد ان جميع الناس اللي بتقدم الخدمه في مصر بتقدم الخدمه في مصر. استنى بس عشان في حته مهمه قوي انت قلتها. مش كل الناس اللي بتقدم الخدمه. انا بقول اللي بيخدم بيقدم ايه خامات حمايه الطلاء الامريكيه. ما هي كله بيقول احنا ما انت لا لا لا. عندنا بقى القصه دي اللي هي دي لا. سبب ان حضرتك منورنا النهارده. بص حضرتك بص حضرتك بقى في بص حضرتك كل اللي بمشي في الشارع يقول لي باشا مكتوب عليها ميد ان يو اس اي. انا لا يا باشا ما انت عارف ان احنا اي حاجه عايز تكتبها هتكتبها. بص حضرتك في الاول كان ممكن ما كانش في وعي كافي. بس نقدر الحمد لله بروتكت مي الحمد لله كنا اول ناس قدمنا الخدمه دي في مصر تقريبا من حوالي 5 سنين. وبعدين عمر بروتكت مي 5 سنين. 5 سنين. فانت قررت ان تجيب المنتج ده وتبدا الفكره. بالظبط. فكرت اقدمه الحقيقه بشكل احترافي يعني. حبيت طوعت اللي اتعلمته في حياتي في مجالي في الكوربريت لايف على مدى 21 سنه قلت اطبقه في البيزنس بتاعي. وسافرت وجبت توكيل من امريكا والناس جم. كان وقت ظروف مصر كانت صعبه شويه طبعا وقت كان في 2013 جم الناس مصر عملوا انسبكشن للمكان شافوا الدنيا تحمسوا للانفايرمنت في مصر ان المنتج ده هيمشي في مصر. وخدنا الموضوع الاول سنه بسنه. اول كان ظروف صعبه جدا ما كانش حد متقبل المنتج لغلو سعره. الحمد لله بالصبر ومع الاحترافيه شويه مع التسويق الصح الحمد لله رب العالمين. ورضا العميل اهم حاجه. اهم تول في مصر تخليك تسوق منتجك المصداقيه اللي تخلي العميل يتكلم عنك الورد اوف ماوس. يطلع يقول لك انت رحت المكان الفلاني الناس دي خدمتهم كويسه عندهم خامات كويسه و فيقدر يثق فيك ويرجع لك تاني. خليني ابسط الموضوع اكتر للي بيتفرج علينا كده وبيتابعنا دلوقتي. هي العربيه بتاعته اهي. حاجي اجيب ماده. احنا ان شاء الله الحلقات اللي جايه حضراتكم هتشوفوا واحنا بنركب الكلام ده وانا مهتم ان احنا نتفرج. فمثلا خليني اقول هشرحها بالبلدي. تمام. جبت منديل اهو. هو ده غلفت بيه رحت مغلف بيه. المنديل ده لونه شفاف فاذا لون العربيه هيفضل موجود مش ابيض زي ده طبعا لونه شفاف. مظبوط. فغلفت بيه. جت عربيه تانية حكت فيا هتقطع المنديل ده او هتقطع الماده دي. الماده دي بقى معموله انها ما تتقطعش. بص مفيش حاجه في الدنيا ايوه اسمها بتتكسرش. صح. حاجه اسمها مقاومه للكسر. بنسب. خلينا نتفق بنسب. ال الخامه دي مقاومه للقطع انها الاحتكاك بمعنى اصح انه بتعمل لك دمج في بيوت العربيه بنسبه مثلا 90%. هنقول 90% من الخبطات اللي هتتعرض لها العربيه مش هتوصل لبيوت العربيه. انا بتجيلي عربيات مدفعصه. نقطه عشان ما حدش يفتكر انها بتحمي من الخبطه. هي بتحميش من الخبطه تحمي الدهان. هو فن اسمه ايه
وحضرتك اسمه بي بي اف بينت بروتكشن فيلم، فيلم حمايه الطلاق. انا بحب ابسط اصلا الموضوع. هو فيلم حمايه الطلاق يعني عشان يحمي الدهان بتاع الاصلي. نحافظ على الاصلي، يبقى دايما بحاله الفابريكا. وانت عارف اصل احنا عندنا عقده هنا في مصر، بص هو انت شايف عندنا العقده بتاعتنا بتاعت الرش. بص في اي حته، لا بتاعت الرش. هو خلي بال حضرتك، انت بتسيف يور ماني، بي فور فاليو اوف ايه، بتوفر فلوسك وتوفر وقتك. يعني انا بوفر فلوسي اني بدل ما العربيه تبوظ واروح اصرف عليها فلوس دهان وتقل من قيمتها السوقيه في حاله انها عربيه اتعمل لها اعاده طلاق، في نفس الوقت انت بتوفر وقتك، لان النهارده انت عشان تستغنى عربيتك هتودي عربيتك مركز بي ام مرسيدس وات ايفر، وتقعد العربيه اي ايش، وتقعد العربيه يومين ثلاثه على الاقل عشان ترش اكسدام. طب ما هو ده مش خساره، مش خساره وقت. تأجر عربية، استخدم عربية لا تانية. وقيمتها بتقل شوية. بالظبط كده. الفيلم صيانته سهلة جدا. الفيلم مهما كان حصل يعني قطع أو دمج في جزئية معينة، أنت وأنت واقف في خمس دقايق بالظبط أنت بتغير الجزء، مش بيبان عليه. يعني دي إحدى المميزات. صيانته طيب. سهلة. حلو قوي ده. خليني برضه أقول إن زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشة أرقام التليفونات والبيجز بتاعت بروتكت مي، وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك. وكمان عايزكم شباب تورونا شويه صور من على الصفحه كده نتفرج واحنا بنتكلم عليها، خصوصا انك اشتهرت في فتره كده من فترات مع العربيات ما زلنا ما زلت طبعا شويه العربيات اللي انا بنبسط اصلا. عندنا برضو عندنا في مصر شويه عربيات من العربيات اللي هي ايه قيمه قوي، اللي هي بتتعدى على الصوابع انها موجوده في الاسواق العالميه كمان، بدون دخول في تفاصيل هي ايه، بس في عربيات حلوه من العربيات، سواء سوبر كار سواء عربيات الرفاهيه بتاعتها عاليه، بتعملوا لها الحمايه وخدتوا يعني مش عايز اقول ريسك، بس هو معنى كده ان انت واثق قوي عشان عربيه برقم من الارقام الصعبه مع نوع معين من الطلاق، سواء عربيه تو تون لونين مختلفين او نوع معين من الطلاق، طبيعي هيفضل يقول لك يا عم هو انت احسن من شركه كذا اللي هي عامله البويه دي عشان تفضل تلمع بكده. بص خليني اقول لحضرتك حاجه، اي حاجه في الدنيا سيرفيس جديده في ليرنينج كيرف. احنا ما وصلناش لاحترافيه دي في يوم وليله. تعاليم نظري وعملي واكسبيرينس او براكتس زي ما بيقولوا. احنا اول ما اشتغلنا كنا وكاله لشركه امريكيه اسمها اكسبيل. اكسبيل عندها سيرتيفايد ترينر. الترينر ده بيعمل عنده راوت في الميدل ايست، بينزل كل 3 شهور كان بيعدي على الناس الديستريبتر او الاوفيشال انستيلرز بتوع اكسبيل، وده كان موجود على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. كان بيجي الراجل، كان بيجي هو اللي علم الناس في بروتكت مي وبالتالي كل الناس في مصر الرابنج تكنيكس. كان ازاي تتركب هو اسمه رابنج. كان كل الرابنج ده بتاع الهدايا بالظبط، هو رابنج ده هاو تو راب يور فيكل. كان كل الناس في مصر بتركب بطريقه اللي هو القص واللزق البلدي اللي هو القطر، يجي يعلي مع العربيه. فعلم الناس تكنيكس الرابنج، علمنا ازاي نوصل لاجزاء في العربيه جماليه، علمنا ازاي ان في حاجات في العربيه احنا كنا شايفين انها صعبه جدا ان هي تعمل لها تفكها وتركبها تاني بطريقه سيفتي جدا، وده هنيجي بعدين نتكلم ليه. زي حضرتك ما شفت وصورت عندنا، فانت في الاخر انت عايز تحمي عربيتك احسن شكل جمالي. يعني تاخد التو بينيفيتس، تاخد بينيفيت البروتكشن وفي نفس الوقت يبقى الشكل الجمالي بتاع العربيه بتحافظ عليه. والشركات العربيات الكبرى في العالم ريكومندد بالبي بي اف، لذلك اللي هو اللي انت الوكيل بتاعه بتريكومند الفيلم حمايه العربيه. يعني بغض النظر عن البراند، عن البراند يعني الماتيريال نفسها. البي بي اف دي ماتيريال، ايوه، اللي في كذا شركه في العالم بتصنعها، بتعمل ريكومنديشن انك تستخدم بي بي اف، بتنصح يعني تنصح بالذات في الطرق الاجريسيف، يعني العربيات السبورتي كلها، العربيات الواطيه اللي بتمشي على حلبات السباق، اتليست مقدمه العربيه كلها بتتعمل بي بي اف. احنا كان في يوم من الايام، وخليني اقول كده، اتكلمت على حاجه وسعيد ان انا لقيتها موجوده. انتوا عارفين في السباقات اول ما بدات اروح سيلفرستون وكنت موجود في جي تي اكاديمي، كان عندي مشكلتين كنت بسأل عليهم دايما، الإزاز وتنظيفه والحاجات دي كلها. فاكتشفنا قبل السباق وبدأنا في أول ما بدأت أطلع سابق بره، لقينا على الإزاز من قدام حوالي 7 أو 8 لايرز طبقات كده، ومحطوط عليهم 1 2 3 4 مترقمين.
فالتطفل بتاعي قتلني. عايز ايه ده؟ فالناس طبعا في بره انت وظيفتك ايه؟ جاي تسوق، ما لكش دعوه باي حاجه تاني، انت تسوق. فالتطفل انا رايح برضه عايز ده، فرحت شادد فلقيت طلع كل اللي على الازاز. فبقول لهم ايه ده يا جماعه؟ قال لك في السباق ما فيش وقت ان احنا واحد لسه يجي ينظف الازاز، وساعات كتير بيحصل دامج من السبيد القليله، تراب، بواقي كاوتش، فسريعا عشان الوقت يبقى اسرع من التنظيف، اللاير دي كلها بتتشال من على الازاز وتكمل بقيه السباق باللاير التاني. نفس الموضوع على الهلمت، وحضراتكم اللي بيتابع الفورمولا 1 هيلاقي ان الهلمت وهو داخل في لحظه بيشيل لاير سريعه كده من فوق الجزء اللي بيبص منه. اكتشفت ان ده موجود عندنا في مصر وبيتحط على ازاز العربيه. فانا بحييك ان انتوا جبتوا حاجات بتستخدم في حاجات كتير في العالم وفي الاخر هتفيدنا، لان احنا للاسف الجو عندنا صعب شويه، عندنا تراب، عندنا الحصى الصغير اللي هو تسمع صوته ده انا بحس بيخش بيخبط في قلبي وفي وشي، ما اعرفش ليه. شوف انا اقول لحضرتك حاجه، الجو العام في مصر او السلوك حتى بتاع تنظيف العربيه خاطئ. قصة. يعني احنا يعني انا فوت الزفر. انت غصب عنك حتى لو عربيتك ما اتخبطتش تعرض عربيتك لاذى في الدهان بتاعها. يعني كل الناس اللي عندهم عربيات غامقه في مصر انا بأشفق عليهم. اللي عنده عربيه سودا، اللون الاسود ملك الالوان وهو احلى لون في 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 كل عربيه، بس في مصر بعد شهر اتفرج عليه، انت بتنضفها، تضيع المغسله، بتتغسل، بتنضف غلط في معظم الاوقات ما عدا بعض المحطات البروفيشنال، بتسيبها لبواب العماره او للسايس، فوطه زفره ويعني على العربيات كلها اللي في الجراج او في الشارع. في الشارع يعني انا اوصل بيه الامر ان عندي واحد من العملاء عندي اخر ما زهق من البواب بتاعه ركب له كاميرا فوق العربيه. والله مش هزار، فوط وجاب له فلوس واداله. هو ما فيش الثقافه مش موجوده بتاعت الويفز دي اللي بتحصل. فانت فوائد البروتكشن تبدا من اول حاجه ان بيحمي الدهان اللمعان بتاعه. انا مش عايز اقول فوائد البروتكشن دلوقتي او عايز اتكلم عليها، عايز اطلع فاصل صغير وارجع بعد الفاصل نتكلم على ايه اللي هستفيده من لما الزق الحمايه دي على العربيه وابدا الزقها، ايه الفايده اللي هتيجي سواء حفاظ بس على البويه ولا 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 بعد الفاصل. ممكن؟ اتفضل. نطلع فاصل صغير وارجع لحضراتكم تاني، مستنيينكم. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين. كنت معاكم على الانستجرام عشان انا على طول على الستوريز موجود بتابع كل الكواليس وكل التفاصيل بتاعه كل حاجه بنكون موجودين فيها. زي ما قلت لحضراتكم قبل ما طلعنا فاصل كده، طيب مهندس خالد عباس الرئيس التنفيذي لبروتكت مي بيكلمنا على فايده الحمايه دي. ايه فايده ان انا اغطي عربيتي كلها، او خليني اقول نفصل المادة دي تقعد تتقصقص وتتلزق قبل ولا تتلزق على العربية كلها، فتغطي الكبوت والفوانيس والاكسدام وكل العربية، حتى الإزاز اللي قدام أنت كمان بتغطيه بمادة تانية غير بتاعت يعني بتاعت الساق حاجة وبتاعت الفوانيس حاجة، كل حاجة ليها حاجتها. كل ده بيتعمل عشان يحميني من إيه؟ تعالى نعدهم كده ونعرف. تعالى ناخد درجات الحماية من أقل حاجة لأعلى حاجة. أول حاجة هتحمي لك عربيتك اللمعان، تفضل بتلمع زي ما اشتريتها جديدة. بالظبط، أنا بحب النقطة دي أوي. عندك عربية سودة، أي لون؟ كحلي، أي لون؟ مش هنتكلم على الأبيض والفضي دلوقتي، هقول بس أنا بقول لك أي لون؟ أي لون هتخلي دايما العربية دايما بتديك الشايني اللي أنت عايزه. تمام. أنا بكلمك دلوقتي على الماتيريال اللي بستخدمها، لأن في كذا جينيريشن. لا احنا مالناش دعوه بالناس الثانيه، انا عايز اتكلم على اللي انت بتقدمه. اللي انا بقدمه اللي انا بكلمه الموست ادفانسد تكنولوجي في افلام البي بي اف، الافلام اللي هي فيها التوب كوت بتاعها نانو سيراميك وذ 70%. انت برضه خليتنا تروح للنانو سيراميك. لا معلش، ما هو نانو سيراميك دي التكنولوجي. تكنولوجي يعني اصل في ناس بتعمل دلوقتي نانو سيراميك اللي هي الماده السائله اللي بتدهن بيها العربيه. دي احد وسائل حمايه، بس نتكلم عنها بعدين عشان يعني ايه يعني الوقت الحلقه لو اتكلمنا في الكومباريزون هيبقى حلقه طويله. ده كونسبت وده كونسبت. فهنقول دي تكنولوجي.
فالتكنولوجي دي الفيلم ده فيه خاصيتين مهمين جدا، حاجه اسمها سيلف هيلينج بروبرتي وهيدروفوبيك. السيلف هيلينج الفيلم بيعمل هيل، بيعالج الخدوش السطحيه اللي بتطرق عليه نتيجه الفوطه الزفره او الخدوش البسيطه لوحده، مجرد ما يتعرض لدرجه الاتساب لوحده في الجو. لا الشمس ده كان الاول، كان الجنريشن اللي قبل كده. يعني انت قصدك ان الماده اللي انت بتلزقها، او خليني اقول الماده الشفافه اللي بتتلزق على العربيه دي، حتى لو اتخربشت بتعالج نفسها؟ بتعالج نفسها بدرجه حراره الجو العادي، او لو كبيت عليها ميه عاديه، ميه فتره، تحط شويه ميه عليها خلاص عمل هيلينج فوطه الاول. وده الفيلم الوحيد في العالم بيعمل كده، اللي موجود حاليا عندنا. الفيلم ده بيعمل سيلف هيلينج بدرجه حراره الجو. الماده دي انتوا بتسموها فيلم؟ بنسميها فيلم. تمام، يعني الفيلم الماده دي اللي بتتلزق مع حرارة الجو العادي، لو اتخربشت واحد سند بنطلونه فيه مش عارف ايه، خربش المادة دي بعد ما لزقها، عربية حكت فيا، مسمار، مفتاح. انا خليني اقول لحضرتك برضو ايه، عشان نفهم السادة المشاهدين برضو الدنيا بتمشي ازاي. هو الفيلم ده عبارة عن ايه، عشان احنا يعني عشان نعدد الخصائص المميزات بتاعته. الفيلم ده كمان بخلاف السيلف هيلينج، خاصية السيلف هيلينج اللي فيه، الفيلم ده هيدروفوبيك. هيدروفوبيك يعني هيدروفوبيك اختصار كلمة غير قابل للامتصاص سطحه. يعني الفيلم ده حضرتك لو جبنا قلم بويا وكتبنا قلم، حضرتك شفت التجربة دي نفسك، صورنا قلم بويا ثابت وكتبنا. احنا انا اسف، هم الشباب هيفرجونا صور دلوقتي من احد مراكز الخدمة بتاعت بروتكت مي، واثناء الخدمة وهي بتحصل. فانا بس كنت بقول لك انها هتبقى موجودة وهنبقى شايفينها. انا اسف ان انا قطعتك. ال كتبنا على العربية بقلم ابويا ثابت وسبناه ونضفناه. الفيلم سطحه لا يمتص اي صور اطلاقا. الهدف من ده ايه؟ ان حركة عربية حركة معرضة وانت ماشي وانت واقف، فضلات الطيور، مية واقعة، تراب، مية واقعة، لا ما في حاجات فعلا بتدمر بيوت العربية غير الخدوش. انت عارف حركة فضلات الطيور دي في بعض الانواع منها بتحرق ابويا. طبعا انت هتقولي عليها. يعني احنا عايزين صوره يا شباب وهم بيركبوا. عايز بس الساده المشاهدين كده وكل الناس اللي بتتفرج علينا يبقوا شايفين وهم بيحطوا الماده وهي بتتلزق. هتلاقوا بتهيألي صور موجوده. وانت انت اللي بتصور بتحب التصوير؟ ها جدا. ده هنا هم بيلزقوا صح؟ اوكي. فانت الماده دي تحمي من اي حاجه تقع على العربيه. بالظبط. ايه غير الخدوش والارتكاز؟ بتحمي اول حاجه الحفاظ على لمعان العربيه الدائم. الفيلم في خاصية UV 95%. الفيلم بيحمي 25% 95% عفوا من الأشعة الفوق بنفسجية اللي هي بتؤدي إلى بهتان اللون. فبالتالي ضمنت إن اللون عربية حضرتك مش هيتغير. الفيلم الخدوش السطحية اللي بتحصل فيه من التنظيف الخاطئ والفوطة الزفرة اللي بتبوظ سكة العربية الغامقة، بعد فترة لقيت سكة عربيتك بقت لونها رمادي بدل ما هي أسود. أيوه كشفت. مش هتحصل. ان الفيلم هتفضل باستمرار سيلف هيلينج، بقت دايما العربيه بتلمع. الحاجه الثالثه لا قدر الله الخبطات، تجاريح قويه. انت بتبقى واقف، كلنا في مصر معظمنا رحت اي مول، اي باب في باب، خرجت في أي باب في باب، اكسيدنت في اكسيدنت. ده انسى. لا ده في حاجه جديده، عارف العربيه بتاعت السوبر ماركت دلوقتي، في بعض المولات في بتاعت السوبر ماركت. فبعد يعني دايما بقول يا جماعه بعد ما تحط حاجتك في العربيه اركنها على جنب، يروح سايبها فتروح تجري تروح طخ بالظبط خبطه في العربيه. الخبطات، فضلات الطيور، البنزين، السوائل. فانت والتراب الرذاذ اللي هو بيبقى على الطريق ده بنسمع صوته بتاع العربيات النقل. لا خلاص ده انسى. ده لو يعني مش هيبقى مش يعني مش هيأثر حتى على البروتكشن خالص مهما كانت سرعه. انت ماشي على 200 والرمل جاي في وشك، مفيش حد بيمشي على 200. السرعه الطريق يعني يعني بتتكلم على حتى السرعات 200 على 2. يعني معنى كده ان هيحميني من التراب اللي موجود على الطريق. طبعا انت عارف ساعات بيبقى عندنا كده في فصل الخماسين والخريف عندنا كده في شويه تراب بيهدوا الدنيا. انا من الناس اللي اول ما بلاقي المنظر ده بجري اخبي العربيه في اي حته وابقى واقف عمال اغطيها مش قادر، حاسس انها بتتقطع. يعني اقول لك حاجه، هو النهارده الهيد لايتس التكنولوجي بتاعت الانتليجنت هيد لايتس، فالنهارده الفانوس بقى برقم. برقم صح. فانوس العربيه النهارده بثمن عربيه. بعد زمان. فالنهارده سوري يعني الحمايه بتاعت الفانوسين لوحدهم كلام فاضي، كلام فاضي جدا.
بقيمة بثمن يعني بالظبط يعني حماية الفانوس 200-300 جنيه مقارنة بفانوس ممكن تمن بوصل في عربيات ل 100,000 جنيه. صح. الصنفرة اللي بتحصل للفوانيس من الرمل والتراب على الطريق عمرها ما هتأثر أبدا في البروتكشن، فبالتالي أنت دايما بتشوفه ترانسبيرنت وبيلمع وشفاف. طيب ساعات كده وأنت ماشي تلاقي طوبة عمالة تتنطط صغيرة كده وهب نقر الكبوت، هتفعص الكبوت مش هتجرح مش هتقطع البروتكشن، تروح عاملة للكبوت لكن لو هي جاية ليها تقل وزن وجاية من ارتفاع وسرعة ممكن تعمل فعصة في الكبوت، بس مش نسبة كبيرة جدا مش هتقطع البروتكشن، فبالتالي مش هتأذي الدهان. موضوع عاجبني قوي. طيب انا عارف ان انا بتقل عليك في اسئله، بس انا حابب ان كل اللي بيتابعنا النهارده يعرف، لان ايه سبب ان احنا بنتكلم على الموضوع ده؟ ان لقيت ناس واقفه دلوقتي في محل، مش قصدي حاجه، محل بسيط جدا وصغير وكل حاجه، واللي عجبني طريقه التركيب لان انا بركب حاجه تحمي عربيتي. طيب انا ممكن اركب حمايه للشاشه بتاعه العربيه بتاعه التليفون وانا بركبها مثلا، خليني اوري حضراتكم ايه اللي انا قصدي عليه عشان تفهموه اكتر. فهتجيلي الماده الخامه اهي واروح حاططها كده واروح جايب القطر او المقص واروح قاصص يمين شمال محدد قد كده واشيل الزيادات وابدا الزق. جيت اشيلها كل اللي انا قصيته ده باظ. هي دي بقى كارثه، بحمي عربيتي من خرابيش فجاه اجي اشيل البتاع ده الاقي كل العربيه متحدده خطوط بالبتاع اللي انا قصيته. هو عامة بص حضرتك خليني اقطعك، هو مش ده ال دي كارثه برضو من الكوارث، هو مش ده الخراب الاكبر. لا انت قلت حضرتك جاب الخامه لزقها، طب لزق ايه وبايه؟ انت حضرتك شفت عندنا الفيلم بيركب اتصورت كانوا بيركبوا الولد بايه؟ بماده سائله جدا بمية. وميه بخاخه ميه ميه. الفيلم حضرتك مسكته لقيت فيه صمغ؟ قصدك ماده تلزق؟ لا بالظبط. الدمج اللي بيحصل للعربيات الافلام الرخيصه الصيني، الفيلم لازم فيه ماده تلزق. طب ليه الامريكاني، انا مش هتكلم على مادتي على خامتي بقى، افلام حمايه الطلاء الامريكي كلها الماده الادسف بتاعتها اللاصقه حاجه اسمها سايلنت اكريليك او اكريليك بالبلدي. الماده دي غاليه جدا علشان هي الماده الوحيده الاكريليك الكول على دهان العربيه. علشان بعد 10 سنين مش سنه لما تيجي تشيله ما تشيلش البويه. ما يعملش البويه. طيب يا دايما العكس الناحيه الثانيه. انا اسف الحته دي مهمه قوي لان في ناس بتلزق حاجات ومع الشمس، خليني اقولها ببساطه، فاكرين الفيميل اللي كان بيتلزق على الازاز لما بتيجي تشيله بيبهدل الازاز. ليه؟ عشان الماده اللزق. ممكن اقف عند النقطه دي؟ ليه؟ علشان اللزق بتاعه صمغ، جلو صمغ بيركبه بسخان مسدس الهيت جن زي البتاع بتاع الشعر. طب ليه السخان؟ علشان صمغ، عشان ياخد يدي حراره للصمغ فيسيح فيلزق. طب احنا دلوقتي عملنا طبخنا الثلاث طبقات بالبلدي مع بعض، الفيلم اللون الفيمي ده او الاستيكر الشفاف والماده الصمغيه وبيوت العربيه، جت الشمس عليهم الثلاثه ايه؟ ساحوا في بعض ساحوا في بعض، جيت تشيلهم خد البويه بكل اللي فيها. ناهيك ان دي خامه حاجه اسمها بي في سي او بلاستيك اللي هي ما فيش فيها من اي خصائص القوه، دي افلام مخصصه للطباعه. الاستيكر اتلزق على ازاز العربيات او افلام للطباعه للدعايه. انت قلت نقطه مهمه، بدليل ان لما حد بيلزق استيكر على العربيه ويجي يشيله بيطلع تلاقي بواقي وصمغ بيطلع البويه ويطلع البويه ويفضل قاعد بميه سخنه وعمال صح. فدي افلام مش غير مخصصه للاستخدام على طلاء العربيات. دي افلام مخصصه للطباع، افلام بي في سي، الماده اللاصقه فيها صمغ عضوي او كيماوي زي ما بيقولوا. الصمغ ده عشان يبقى مد تلزق لازم تسخنه، فبالتالي انت دمرت بويه عربيتك. ده اللي هيخلي فيه فرق بين المنتج ده والمنتج ده حتى سعر يا فندم. ده موضوع وده موضوع، مش موضوع، ده حاجة مخصصة. العميل يعرف منين اللي بيشتري الغالي تمنه فين؟ ما هو هيعرف منين الغالي. هو ماشي عرف ان بروتكت مي هي اللي بتقدم ده، في حد تاني غير بروتكت مي؟ في كتير كتير. طب اعرف منين؟ كل الناس في مصر، الناس الزملاء في نفس المجال حاليا
اللي فتحوا بعدنا كلهم بيستوردوا خامات من بره وكلهم موزعين لشركات بره وموجودين. خالد احنا عايزين يعرف منين حتى لو هو بيجيب ماده حلوه انا ممكن تطلع بعد شويه مش زي اللي انت بتجيبها. الضمان بياخد ضمان من اي شركه. انت الضمان قد ايه؟ ضمان 10 سنين. 10 سنين؟ اي مركز خدمه بيقدم خدمات حمايه العربيات معتمد وموجود في السوق بيدي حضرتك شهاده الضمان اللي هو ضمان المصنع المصنع للخامه. يعني في شركات بتدي خمس سنين. خلي بالك من الناس اللي ايه بتوع قاعد طول النهار اللي يستنى اي حد يغلط غلطه وحمايه المستهلك. فبيقول لي دلوقتي لو انا ركبت من عند بروتكت مي حمايه والبويا باظت اعمل ايه؟ ما انا خلي بال حضرتك بيرجع لي انا بتحمل مسؤوليه كامله. كامله؟ اه. وضمان 10 سنين. ضمان 10 سنين على الماتيريال. ما هو خلي بال حضرتك انا الفيلم ده مش مصنع لي. انا مستخدم لي. او موزع لي. فالمصنع اللي مصنعه بيقول لي ادي ضمان 10 سنوات على التالي 1 2 3. يعني مثلا الضمان في المنتجات اللي بيستخدمها ضمان 10 سنوات على ان الفيلم يصفر لونه يبقى اورنج يبقى اصفر غامق. اه يدي لون وحش لونه يغير لو العربيه بيضاء او الفيلم يفك نتيجه عيوب التركيب اللزق او فيلم يحصل له كراكنج يتشقق ده عيوب صناعه. فاي عيب من الثلاثه دول انا بغطيه لمده وتقابلني يعني 10 سنين. 10 سنين. طيب قبل ال 10 سنين قررت اشيل الماده دي من على العربيه. لازم احنا بنشيله بقى. انت اللي تركب لازم بتشيله. الفيلم زي ما تركب باحترافيه اتشال باحترافيه. انت عندك تيم مختص في التركيب بس. احنا بدانا باربعه النهارده ما شاء الله اكتر من 65. ما شاء الله. انا شايف يمكن الصور حضراتكم شايفينها على الشاشه دلوقتي في مراحل التركيب اللي بتبقى موجوده. طيب حمايه الزجاج الامامي مهمه قوي. وينشيل بروتكشن. وينشيل بروتكشن. الوينشيل بروتكشن ده خامه مختلفه. احنا قلنا البي بي اف بتصنع من خامه اللي هي التي بي يو الثيرمال بوليوريثين. الوينشيل بروتكشن بتصنع من البلكسي او البلاستيك الزجاجي خامه اقوى. هي فعلا اشبه ما يكون جدا لخامه حمايه اللي هي السكين بروتكشن اللي هي زي عليها طبقه بولورايد زي بتاعت النظارات عشان الاوبتيكال كلاريتي عشان الرؤيه عشان نشوف. ده زي اللي بتحط في عربيات السباق بالظبط كده. اوكي. علشان تحمي تخليك تشوف كويس جدا وعشان خاطر تحمي تكسر الاشعه بالظبط. انا اجزم بان هي بتبريفنت اكتر بتمنع اكتر up to 70% 80% من احتماليه حدوث كسر للزجاجه العربيه من الطوب او الحصى او اي حاجه اللي هي بتيجي. انت عارف احنا غصب عنك بنلاقي الطوبه طخ في الازاز التعرض للكسر في الازاز داخل المدن على طريق الطرق الدائري اكتر منه على طرق السفر السريع. العربات النقل اللي وانت ماشي على الدائري بترمي توصل لحل ليه مش عارف. هو ده حل من الحلول يعني. طب ما اقدرش اعمل بيه الفانوس؟ لا ده خامه الفانوس غير ده. خامه الفانوس غير تركب ده. من خامه حمايه الطلاق بتركب على الفانوس اللي قدام على الفوانيس. لكن الازاز ده ليه ازاز. طب اعمل بيه كمان. انت عارف بقى العربيات دلوقتي بقى عندنا عربيات الازاز اللي قدام مكمل مع البانوراما. بيركب على واحده بيركب على البانوراما مكمل كل ده. بيركب ده موضوع كان قلقني قوي لان عندنا عربيات الفتره الجايه نازله شكلها حلو قوي وانا عندي رعب ان هو وانت ماشي بالعربيه تروح طوبه نطه هي خبطه صغيره تك 70 او 80% تقدر تحميها من الكسر. بالظبط. في حاجه ثالثه برضو من الحاجات الحلوه موجوده عندكم بس هسالك عليها بعد الفاصل. ارقام بروتكت مي موجوده على الشاشه للي حابب يسال اي سؤال والبيج موجوده على الفيسبوك. بعد الحلقه هتلاقوا اللينك موجود بتاع صفحه بروتكت مي على الصفحه بتاعتنا. حابين تسالوا اي حاجه وانا عارف السؤال اللي انت بتسالوه بعد الفاصل هساله بس هقول لكم على حاجه مهمه قوي عشان الحر. استنونا بعد الفاصل. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا وضيفي النهارده المهندس خالد عباس الرئيس التنفيذي لشركه بروتكت مي وبنتكلم على حمايه السياره سواء الخارجيه من على جسم العربيه او على الازاز الامامي او الحاجه الثالثه اللي كنت بساله عليها قبل ما نطلع فاصل. ويمكن هي خليني اقول الحمايات دي كلها كانت مشهوره في الخليج قوي ومن اهمها العازل الحراري اللي بيتحط على الازاز اللي هو لونه ابيض شفاف عشان يقلل من دخول الحراره داخل العربيه. مظبوط. وبما ان الحراره عندنا في الصيف بتلسع الشمس قويه
وبدات الشركات تقدم ماتيريال حلو قوي، بقى فيه بلاستيك وفيه شاشات وفيه حاجات، فغصب عنك بتبقى لو سايب العربيه في الشمس بتبقى راجع حاسس مرعوب ان الشاشه الكبيره بتاعت العربيه دي تتكسر ولا يحصل لها حاجه ولا الشمس تاثر عليها نتيجه الحراره اللي محبوسه جوه العربيه. فانت قدمت حاجه كمان موجوده بتقدمها مع الحمايه دي، العزل الحراري، افلام العزل الحراري. الافلام دي مبنيه على الايزوليتنج، العزل، العزل ان هو الفيلم فيه تكنولوجي برضه. التكنولوجي مبنيه على ايه ببساطه جدا، او هاو ات وركس، ان هنقول اشعه الشمس دي ثلاث حاجات، الصهد واليو في والاي ار. الجريت او اللي هو الصهد الحراري اللي انت اللي هو خش عربيه تلاقي كده فرن. اليو في اللي هو الاشعه الفوق بنفسجيه اللي ما بتسببش حراره بس بتسبب ضرر لاي خلايا سواء جلدك، خلينا نقول ابسط سكن او ليذر، دايما الايد الشمال وانت سايق غير ايدك اليمين، ايدك اليمين بسبب دمج للسكن بتاع بشره الانسان او ليذر الجلد بتاع العربيه. الحاجه التالته الاي ار، الاشعه تحت الحمراء الانفراريد اللي بتسبب اللسعه اللي هو انت سايق بتحس بلسعه في ايدك الشمال غير ايدك اليمين. طيب تفضل عيد تيجي. الميكانيزم ايه بتاع افلام العزل الحراري؟ انه بيعتمد على عكس انك زي انك ماسك مرايه كده، يعكس اشعه الشمس اللي داخله بحيث ترده مره تانية لبره ما تدخلش على العربيه بنسب متفاوته لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 70% على حسب المكون بتاع كل فيلم. طبعا بدرجات الوان مختلفه بتناسب كل عربيه، من الشفاف خالص لحد الرماء المتوسط لحد الغامق، كل واحد حسب يعني كل بلد وحسب بالظبط حسب مسموح بيه في كل بلد. يعني في دول الخليج بيركبوا بيسموه المخفي خالص الغامق عشان عندهم مسموح بيه، هنا في مصر معظم الناس بتروح الاتجاه الشفاف، يبقى عايز عزل حراري ومش عايز مشاكل مع ومسموح بيه مسموح بيه برضه مفيش اي مشكله فيه، والترخيص والكلام ده كله مهم جدا جدا. انك انت زي حضرتك ما تكرمت ان تلاقي ايه ابسط الايمان، مفيش مكان فرق بين ايدك والساعه، صحي جدا مفيد جدا، وفي اطفال كمان في العربيه بالظبط. انت وبعدين في حاجه ثانيه، يوفر بنزين العربيه، يوفر في عمر. هقول لحضرتك ليه بقى، وانت مركب عزل حراري في العربيه انت دايما لو انت متعود تظبط تكييف عربيتك على لو على 16 او 18 هتظبطه على 22، فرق من 4 ل 6 درجات عشان الحراره اللي جوه مش محتاج ان انت توصل بالظبط كده، تاخد لك النص ساعه او الساعه الا ربع اللي بتبدا فيها التكييف من 16 لحد ما يوصل 22 بالظبط عشان يبرد العربيه، لان الحراره المحتبسه جوه العربيه اقل بكتير. وانا بالنسبه لي الحراره المحتبسه جوه العربيه دي على المدى الطويل بتاثر على العربيات، حتى لو كانت العربيه ايه شركات اقوى حاجه يعني، وبيحصل بعض منها مشاكل بسبب الحراره الكبيره نتيجه ان غصب عنك في ناس ما بتركزش يحط في شماسه يغطي العربيه يعمل، يعني مش كل محيان هيوصل مكان هيغطي العربيه، ومش كل ما هو فيمي بقى عزل حراري. خلينا نفرق برضو بين الفيمي اللي هو شكل بس، بالعكس ده بيدخل شمس، ده بيدخل ما هو بيحدى بيحبس الحراره مش بيرضاها، بيحبس الحراره يعني الحراره داخل جوه العربيه حبسها ما خرجهاش. ما هو افلام العزل الحراري مختلفه تماما عن افلام الفيلم. الاسعار بتاعه الحمايه الخارجيه بتتقاس ازاي؟ حسب حجم كل عربيه، دايمنشنز. ارقام يعني سهله ولا ارقام صعبه؟ هرجع اقول لك مؤكد ان مصر ارخص بلد في العالم بتقدم. أيوة ماشي، ما احنا ارخص بلد مش انا عارف بس انت عايز تعرف رقم يعني؟ مش عايز اعرف رقم، انا ما اقدرش اصل انا ما اقدرش احدد عربيه دلوقتي، بس انا بقول تقريبا فرنج ال 20,000 جنيه يعني ستارتنج من 20,000 جنيه او الافريج لكل عربيه بالحجم. يعني حضرتك العربيه بتحدد تكلفتها بناء على ما يتم استخدامه من خامات. انت حضرتك العميل عنده كذا خدمه بيختارها، هم ثلاث خدمات رئيسيه، خدمه حمايه الطلاق، خدمه العزل الحراري، خدمه الوينشيلد بروتكشن حمايه الازاز اللي قدامي من الكسر ببساطه. فالعميل بيحدد الخدمه هو محتاج ايه. طبعا اساسي كل العربيات وهي جديده بتخش عندنا مراكز الخدمه. نقطه مهمه قوي اللي انت قلتها لي،
ان انت بتفضل ان العربيه لازم تكون جديده عشان تعمل ده؟ هستخدم ماكسيم بنفيتس من الخدمه. انت النهارده حضرتك ما بتجينا عربيات ماشيه 100 كيلو، بيبقى جاني عميل يقول لي ده انا يوم قلت اخرج بيها مع اولادي ما رخصش العربيه والله، بيبقى ناس بمسمار على الكبوت كده رايح جاي، او التراب او التراب او البايب يعني. فانت الماكسيم بنفيتس للعربيه، بس الناس بقى فيه وعي دلوقتي يعني. الحقيقه بقى فيه يعني يستلم العربيه، افضل شيء ان العربيه يستلمها جديده وقبل ما يروح بيها بيقول لك قبل ما اخد يعني بطلع جوه المرور اوديها بروتكت مي، تعملها بروتكشن. هو ده بقى الترند، تلات ايام علامه الصفرة بتاعتك بالظبط كده. انت مجان الناس بالعلامه الصفرة دي ماني الحمد لله، ده كرم ربنا الحمد لله. انا ببقى مبسوط لما بلاقي حد بيحب شغله وبيخلص فيه. وخليني اقول انتوا عارفين لما بحب ان انا يكون عندي حد موجود معانا، وخلينا انا صريح مع حضراتكم دايما وبتكلم، مش اي معلن يكون موجود عندنا نقعد نقول ايه انت احسن حاجه في الدنيا، انت كل حاجه حلوه. لو ما بيقدمش خدمه حلوه انا اول واحد هطلع اقول له باشا انت نورتنا. بس في الاخر انا يهمني الخدمه اللي حضرتك وحضرتك واي حد هنقول عليها حاجه تقدمها لعربيتي تفيد العربيه وتخلينا احميها. مش بتكلم بقى في عربيه دلوقتي، انا بتكلم في عربيه، في موتوسيكل، في مركب، في اي حاجه عايز احميها من. انا بفكر الفتره الجايه اجيب الهلمت بتاعتي بس الثانيه بتاعت السباق واجرب. عند انت عارف ان في بعض الهلمتس عشان يحافظوا على بتاعه الموتوسيكلات عشان التراب وكده بتتعمل لها برضو. لا هو ده هو الجديد كمان دلوقتي، مش حمايه وبس، حمايه وكاستمايزيشن او ترانسفورمينج. في افلام الحمايه المط، افلام الحمايه اشكال تانية طبعا غير الشفاف. احنا برضو الوحيدين في مصر اللي قدمنا، او الشركات اللي معانا اللي عندها افلام حمايه غير الشفافه. عندنا افلام حمايه المط بتعمل ترانسفورمينج كامل لعربيتك. ده حلو يعني، تحول العربيه لو لونها سيلفر تبقى سيلفر مط بالظبط كده. الله. بتعمل افلام الحمايه البريزم اللي بتدي عربيتك شكل جلوزي او جليتر، اللي فيها سنه بتلع دي كانت بتترش زمان بالظبط. لا افلام الحمايه الكربون، ان بتحول عربيتك السوداء بتعمل كاستمايزيشن فيها انت السبويلر. اكيد مش هيعمل العربيه كلها، بيعمل بالزبط. اجزاء لا ف وهي نفس افلام الحمايه بالظبط زي الشفافه، نفس خصائص الحمايه بتديك شكل مختلف. التعامل مع بعض العربيات، وخليني اقول ما شاء الله ان فئات كتير، مش عايز بس اخوف الناس يعني، مش بتشتغل في العربيات الغاليه بس، بتشتغل في كل العربيات بكل فئاتها. بس انا عجبني التميز في اختيار بعض عربيات مش سهله يعني، من العربيات اللي بتتعدى على الصوابع. بشوفك بتفكوا حاجات معينه فيها وعشان تقدر تخلي الماده او الفيلم راكب بشكل مظبوط، ما يبقاش في حته طالعه حته باينه. ولما تقعد تجري ورا عربيه وتدور، خلينا اصل انت عارف انا عندي مرض الحسواكه زيك، فبقعد ادور على الحرف فين بتاع البتاع اللازق ده عشان اشده، عشان لو اتشد باظ صح؟ بلاقيكم مش باين وحاسس ان في هدف انها تختفي تماما، ما يبانش ان راكب عليها بروتكشن اصلا. بص يا تامر، انا عمري ما كنت راضي عن الكواليتي، فدايما بسعى للكمال فيها والكمال لله سبحانه وتعالى. فدايما بسافر وبدور وعيني دايما بتدور، عيني بتروح ورا المستيك مش ورا الصح. وبحاول دايما اوصل للعمال اللي عندي ان احنا بنعمل حاجه فنيه. العميل بياخد الحمايه بس احنا بنعمل فن. بنفصل حاجه بتجمل العربيه، بنجمل العربيه. فدايما بنحاول نوصل لاعلى، بندور على احسن تكنيكس في الرابنج، اللي هو انت حضرتك بقول تشالنج ان تيجي تاخد عربيتك اسالك فين البروتكشن، طلعهولي طرف واحد فيه. لا في وصله ولا في طرف، حاجه باينه من الوصله. وانت شفت لنفسك، عشان كده يمكن ده بيأثر الانتاجيه عندي يعني. انا العربيه ممكن في ناس تعملها في يوم يلا ومشي، انا عربيتي تقعد عندي 3 ايام. في حاجة تانية برضو يمكن خليني اقول لحضراتكم، ان احنا خلال الحلقات الجاية ومن اول الحلقة الجاية حضراتكم هتبدأوا تتفرجوا على طريقة ازاي الموضوع بيركب، وهنعرض كل اللي احنا قلناه. بس انا النهاردة حبيت ان المهندس خالد يشرح لنا اكتر الموضوع بيحصل ازاي. اختيارك للمكان المعزول عن التراب وانتوا بتركبه اساسي. جو مصر حضرتك زي ما اتكرمت وقلت اول حلقة، مشبع بالتراب بشكل مخيف. الافلام وهي بتركب انت بتاخد كل الاحتياطات اللازمه علشان تبعد تماما التراب عن ما يوصلش عن شكل على جسم العربيه. لكن في النهايه برضو انت بنسبه 99% بتعزل الموضوع عن التراب. فلذلك
الأماكن إن يكون فاكيوم، يكون ايزوليتنج تماما عن عن التراب بتاع الشارع ابعد ما يكون، بيديك احسن نتيجه في الشكل العام في الاخر. انا بحييك بصراحه وسعيد بتشريفك النهارده ليا، وخليني اقول حاجه كده يا جماعه، انا حابب ان حضراتكم كمان، انا جت في دماغي على فكره دلوقتي وانا هفاجئه باللي انا بقوله، انا عايز ان انتوا اللي حابب انه يجي يتفرج ويشوف الموضوع ده بيحصل ازاي، نحاول نعمل يوم وتنورونا كده وتبقوا معايا ونروح نزور بروتكت مي، نتفرج على المكان ونتفرج على طريقة تركيب البروتكشن على العربيات. الاكاونت بتاع بروتكت مي على الانستجرام، خشوا عملوا له فولو دلوقتي، وحاولوا ان انتوا اللي حابب ان يكون موجود يعمل منشن على اي صورة لعربيته لتامر، للاكاونت بتاعي سواء تامر بشير وبروتكت مي، اعمل لنا منشن عليهم وهنختار مجموعه من الناس تكون موجوده معانا ان شاء الله على ايه رايك؟ انا دبستك صح؟ لا لا بالعكس انا سعيد جدا. وتيجي نتفرج، وانا الفكره ان احنا عايزين نتعلم ونعرف اكتر وايه الفرق، عشان انا يهمني جدا حضراتكم تبقوا شايفين الفرق بين اي حاجه بتركب حمايه وبين حاجه تانية، وده اللي احنا بنشتغل فيه على مدار 8 سنين او 10 سنين اللي احنا موجودين فيها مع بعض خلال الفترات اللي فاتت، وخلال دوز بنزين برنامجكو اللي دايما بنقدم لحضراتكو حاجة كلنا نستفيد منها، مش نضر عربيتنا بل نحافظ عليها. فاللي حابب ان هو يكون موجود ويحضر يوم يشوف الحماية، وانا هحاول دلوقتي اشوف نعمل حاجة كمان، نزل صورة ليك انت وعربيتك على الاكاونت بتاعك على الانستجرام، اعمل منشن لبروتكت مي واعمل فولو، واعمل منشن ليا وفولو للاكاونت بتاعي، الاكاونتس موجوده على الشاشه بروتكت مي ايجيبت وتامر بشير، دول الاكاونت على الانستجرام، وان شاء الله تنورونا وتكونوا موجودين معانا. خلال الحلقات اللي جايه هنشوف مراحل البروتكشن بتركب ازاي العربيه ونتعرف اكتر اللي احنا اتكلمنا عليه، نبدا نشوفه عملي. النهارده كان مشرفني المهندس خالد عباس الرئيس التنفيذي لشركه بروتكت مي، نورتني وسعيد بالمجهود اللي انت عامله، وببقى فخور بالمصريين اللي بيعملوا او بيستوردوا منتج عالي الجودة، وسعيد ان احنا لما يبقى شركة امريكية بتقول ان في موزع في مصر بيقدم خدمة كويسة وتبدأ الشركة. خليني اقول انا اتقصت وعملت شوية حاجات، دخلت على الانترنت وقعدت ابعت واشوف، ولقيت ان الشركات لما بنسأل بيقول الوكيل بتاعي فلان الفلاني، ويبدا يبعت ويقول والكلام ده كله. فانا بحييك على المجهود اللي انت عامله، وبحييك على الايدي المصريه اللي بتعمل في هذا المجال، اللي اديتهم دورات تدريبيه ووصلوا بمرحله احترافيه، بحييهم واحد واحد بالشكل المحترم اللي يليق ان واحد حضراتكم هتشوفوه خلال الحلقات اللي جايه، لان انا بنبسط قوي لما يبقى عندنا حاجه شكلها حلو. سيبكوا بقى من شغل وحاجة بنتكلم عليها وحاجة بنقول نعمل ايه ونعملش، في الاخر احنا لما عندنا حاجة شكلها حلو بتطلع على الشاشة وقدام كل اصدقائنا اللي بيتابعونا من كل حتة في العالم، بنقول احنا عندنا وصلنا للمستوى ده. لان خليني اقول بروتكشن موجودة بالتالي في الخليج بقى لها كام سنة؟ موجودة في الخليج من 11 سنة. 11 سنة yes. وبالتالي كنا دايما بنشوف حتى اشهر حاجة المادة اللي بتتحط لونها بينك ولبني ومش عارف ايه على العربية وهم جايين من السفر عشان التراب، لحد ما بدأت تظهر البروتكشن بتتحط مدى الحياة او 10 سنين وتبدأ تتغير. مظبوط. اخر سؤال، بعد العشر سنين بتشيلها لو واحد عايز يخلي العربية عنده 20 سنة، بعد العشر سنين يشيلها ويركبها تاني؟ هي ممكن تقعد اكتر من 10 سنين، الضمان 10 سنين، لكن اللايف تايم اللي هي يعني عمر اللازم مدى الحياة من عمر العربية. من عمر العربية. نورتنا حبيبي وسيزوك وثقتك واختيارك بروتكت مي. اشكرك، ده انا اللي سعيد بيك وسعيد بتشريفك لينا النهارده، وان شاء الله نقدم حاجات جديده كده مع بعض ونتفرج على حاجات جديده، ودايما في تقدم ودايما. كم فرع؟ 3 حاليا ما شاء الله، ودايما في فروع كتير ان شاء الله باذن الله، وعماله مصريه محترفه متخصصه بتكون موجوده. وبحيي اي حد بينفست في مصر وما يبعدش ويكون موجود ويكبر مشروعه ويعمل مشروع يكبر ويبقى متميز دايما كده ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا، شكرا لحضراتكم، وزي ما قلت لحضراتكم خليكم دايما متابعينا على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وما تنسوش تعملوا منشن لبروتكت مي والاكونت تاني بتاع تامر بشير عشان تقدروا تكونوا موجودين معانا في زياره لبروتكت مي خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله خلال الحلقات اللي جايه هتشوفوا حاجات كتير.
شكرا لكل اللي تابعونا النهارده وكل اللي تابعونا على السوشيال ميديا. هرد عليكم حالا اول ما نطلع من الهواء. استنونا الحلقه الجايه وحلقه جديده من دوز بنزين. تصبحوا على خير.